السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم إلى الدرس الأخير من المحاضرة الثانية في مساق الحساب الذهني باستخدام الأباكوس الياباني. درسنا لهذا اليوم هو استخدام الصديق الصغير في الطرح، أو استخدام أصدقاء العدد خمسة في الطرح. كيف سنستفيد من أصدقاء العدد خمسة في عملية الطرح؟ نصفر الأباكوس. حسنا، كانت المعضلة في عملية الطرح، المعضلة التي واجهناها ستة، أريد أن أطرح منها اثنان. لا يوجد خرزات أرض مضافة أستطيع أن أطرح منها اثنان، لأن خرزة الأرض المضافة هي خرزة واحدة. أيضا إذا طرحت أو أزلت خرزة السماء فأكون قد أزلت قيمة أكبر من قيمة العدد اثنان. فما الحل؟ الحل هو أن ألجأ إلى صديق العدد اثنان بالنسبة للخمسة وهو ثلاثة. إذا أريد أن أطرح اثنان ولا يوجد لدي، ماذا أفعل؟ أطرح خمسة وأضيف صديق الاثنان بالنسبة للخمسة، وأضيف صديق الاثنان بالنسبة للخمسة وهو ثلاثة. بذلك يكون الناتج أربعة وهو ناتج ستة ناقص اثنان. أعيد هذه العملية. إذا كان لدي ستة أريد أن أطرح منها اثنان، لا يوجد خرزتان من خرزات الأرض لأطرحهما، ما العمل؟ العمل هو أن أطرح خمسة لكن أضيف صديق الاثنان بالنسبة للخمسة وهو ثلاثة، الجواب أربعة، وهكذا. إذا أردت أن أطرح واحد ولا يوجد لدي خرزات أرض ملامسة للمستقيم الفاصل، ماذا أفعل؟ أطرح خمسة وأضيف صديق الواحد بالنسبة للخمسة وهو أربعة، أي نطرح واحد لا يوجد، نطرح خمسة نضيف الأربعة. بالمثل إذا أردت أن أضيف نطرح اثنان ولا يوجد خرزات أرض تكفي لأطرحهما، ماذا أفعل؟ أطرح العدد خمسة أو أزيل خرزة السماء وأضيف ثلاث خرزات من خرزات الأرض، لأن الثلاثة هو صديق الاثنان بالنسبة للخمسة. أيضا أريد أن أطرح ثلاث خرزات لا يوجد لدي، ماذا أفعل؟ أطرح أو أزيل خمس خرزات لكن مع إضافة خرزتان، لأن الاثنان هو صديق الثلاثة بالنسبة للخمسة. أريد أن أطرح أربع خرزات ولا يوجد أربع خرزات مضافة، ما العمل؟ أقوم بطرح خرزة السماء وأضيف صديق الأربعة بالنسبة للخمسة وهو واحد. إذن نطرح واحد لا يوجد، نطرح خمسة نضيف أربعة، نريد نطرح اثنان لا يوجد، نطرح خمسة نضيف ثلاثة، نريد أن نطرح ثلاثة لا يوجد، نطرح خمسة نضيف اثنان، نطرح أربعة لا يوجد، نقوم بطرح خمسة ونضيف واحد. إذا نريد أن نطرح عدد أصغر من الخمسة ولا يوجد خرزات أرض تكفي، أقوم بطرح خرزة السماء وأضيف صديق العدد الذي كنت أريد أن أطرح أطرحه. تطبيق عملي، ستة ناقص أربعة، نقوم بتمثيل الستة، نريد أن نطرح منها أربعة. نلاحظ أن عدد خرزات الأرض المرفوعة هي واحد، لا يوجد أربع خرزات لأطرحها، ما العمل؟ نريد أن نطرح أربعة، ما العمل؟ نطرح خمسة، طرحنا خمسة وأضيف صديق الأربعة واحد، إذن الجواب اثنان. طيب الآن خمسة ناقص ثلاثة، هذه الخمسة أريد أن أطرح منها ثلاثة، نريد أن نطرح ثلاثة ولا يوجد خرزات أرض، ماذا أفعل؟ ناقص ثلاثة، نقوم بإزالة خرزة السماء ونضيف صديق الثلاثة. أزلنا خرزة السماء وأضفنا صديق الثلاثة بالنسبة للخمسة اثنان، الناتج هو اثنان. نأخذ مثال أكبر، ست وثلاثون ناقص اثنان وعشرون. نبدأ الطرح من أعلى منزلة، إذا نزيل عشرون
العشرون بداية. هنا يوجد لدي ثلاث خرزات، أزيل خرزتان تمثل عشرون. جيد، نعود العمود الأول، أريد أن أزيل أيضا خرزتان، لكن لا يوجد خرزتان، الخرزات المرفوعة فقط واحدة. ماذا أفعل؟ أريد أن نطرح اثنان، نطرح خمسة ونضيف صديق الاثنان هو ثلاثة. الجواب 14. وهكذا. هنا لدينا مثال أخير، 95، نمثل العدد الأول 95، وأقوم بإزالة الخرزات الموافقة للعدد الثاني ناقص 51. 50 بسهولة، أزيل خرزة السماء في العمود الثاني التي قيمته تساوي 50. أريد أن أزيل خرزة واحدة في العمود الأول، أنظر لا يوجد لدي خرزة واحدة لأزيلها، ماذا أفعل؟ أريد أن أطرح واحد، لا يوجد، أطرح خمسة وأضيف صديق الواحد بالنسبة للخمسة وهو أربعة. الجواب 40، وهنا أربعة، 44. وهكذا تعلمنا كيف نستخدم أصدقاء العدد خمسة لحل عمليات الطرح المشابهة لهذه العمليات. وبذلك يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم، وأيضا قد أنهينا المحاضرة الثانية من هذا المساق. أرحب بأسئلتكم دائما على البريد الإلكتروني الشخصي وعلى قسم الأسئلة في المنصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.